حياكم الله في قناتنا ورحلتنا اليوم إلى جزيرة ياس أبوظبي وتقرير شامل لتكلفة السفر، فخلك معي. للعلم يا أخوان، ياس هي جزيرة في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، وهي أكبر جزيرة اصطناعية في الخليج تم بناءها فقط للترفيه. فيها عدة مشاريع سياحية بقيمة 40 مليار دولار. وقبل بدء الرحلة للعلم دخلنا على الموقع الرئيسي لجزيرة ياس وحجزنا 4 حدائق ترفيهية بسعر 675 درهم إماراتي. العرض جيد ويشمل عالم فراري، عالم الإثارة والسرعة، وعالم وورنر براذر، عالم الأفلام والسينما، وعالم البحار سي وورد أبوظبي، وحديقة ياس المائية، واحدة من أجمل حدائق العالم. إذن سنقسم الحلقة إلى عدة فقرات لتغطية شاملة للحدائق والمواصلات والمنتجعات وأكثر. خليك معاي للنهاية وتقرير شامل لرحلة 4 أيام في جزيرة ياس مع الأسعار. في يوم الاثنين وفي اليوم الأول قررنا زيارة عالم فراري، وذلك لتجنب الازدحام، حيث أن العطل الرسمية تكون جدا مزدحم. المهم، عالم فراري منتزه ترفيهي يحمل علامة فراري، معروف بسقفه الأحمر المزين بشعار حصان فراري. أذكركم يا أخوان، شرينا الباقة لذلك تذكرتنا جدا مخفضة وهي مدفوعة مسبقا، ولكن ممكن شراء تذكرة الحديقة عند الدخول بسعر 345 درهم. طبعا ستكون التذكرة أغلى، لذلك أنصح بالباقة. المهم، عند الدخول ستعيش إحساس فراري، وإذا تحب السرعة تذكر أن فراري موطن أسرع أفعوانية في العالم. الديكور جميل، اللون الأحمر في كل مكان، وكذلك أجمل وأفضل صناعات فراري. وربما أكثر شيء حبيته الديكور الإيطالي. فقط استمتع وتمشى في هذه الأزقة الإيطالية وعالم السيارات الإيطالية. الديكور مستوحى من مدينة مارانيلو، وهي موقع مصنع فراري منذ أوائل الأربعينيات. المكان روعة. عالم فراري مناسب لكل أفراد العائلة، فيها مناطق للكبار وألعاب للصغار، فيها إثارة ومغامرات وتحديات خيالية. أذكركم، فراري فيها أكثر من 40 لعبة، وأغلب ألعابها حطمت الأرقام القياسية. من أشهر ألعابها فورميلا روسا. تخيل معي انطلاقة بسرعة 240 كيلومتر في الساعة، وذلك خلال 5 ثواني. هي الأفعوانية الأسرع في العالم. وتحداك تجرب لعبة تيربو تراك، وكأنما تجلس في سفينة مكوكية تنقل الضيوف بسرعة 102 كيلومتر في الساعة عبر سطح المنتزه على ارتفاع 64 متر فوق سطح الأرض، ارتفاع عمودي ملتع. وطبعا لا ننسى فلاينج ايسس، وهي تجربة أعلى حلقة أفعوانية في العالم. ولا تنسى تجربة لعبة سحر إيطاليا، وهي لعبة جميلة للعائلة وخاصة صغار.
ستكتشف فيها النسخة المصغرة من إيطاليا على متن سيارة فيراري صغيرة طراز عام 1958، واستمتع بمشاهدة الساحل والمعالم الشهيرة وحلبات السباق الكولوسيوم دي روما وفينيسيا وأخيرا مارانيلو موطن فراري، أي تنقل في إيطاليا وفي أنفاق وضواحي إيطاليا. صراحة الحديقة جدا جميلة وفيها العديد من الألعاب وكذلك العديد من التجارب السينمائية والفوردي. حبيت لعبة أو تجربة لعبة Made in Maranello وهي جولة في مصنع فراري ونظرة على عملية التصنيع وتشاهد حياة إنزو فراري اللي اخترع طبعا فراري. إذا كنت في أبوظبي فراري شيء لا بد منه، هي تجربة مختلفة ونادرة. راح تحطم الأرقام القياسية بتجربة كل ألعابها، فلا تنسى تعيش الجو الإيطالي في أبوظبي. تفتح الحديقة كل يوم كل شهر من الساعة 11 صباحا حتى 8 مساء. وبعد اللعب والمرح قررنا الانتقال إلى البرنامج الثاني في نفس اليوم ونفس المكان، ألا وهو ياس مول. يا أخوان، ياس مول متصل بعالم فراري، بل هو يعتبر المدخل الرئيسي إلى عالم فراري. يضم ياس مول أكثر من 370 علامة تجارية و68 منفذا للأطعمة والمشروبات. كما فيها مجموعة من الوجهات الترفيهية، ولا تنسى كما قلنا أنه متصل مباشرة بعالم فراري. كما يتصل بعالم كلايم أبو ظبي للمغامرات، حيث يضم أكبر غرفة طيران داخلية وجدار تسلق ارتفاعه 140 قدم. يا أخوان، كان الغداء في عالم فراري، انتهينا من اللعب الساعة الرابعة ومن ثم انتقلنا إلى ياس مول للعشاء. ربما تزور أخي العزيز ياس مول أكثر من مرة بحكم وجود المطاعم فيه والمحلات، ومكان جميل مجمع تجاري جميل يضم العائلة. وننتقل إلى اليوم الثاني، فخلك معي. وفي اليوم الثاني يوم الثلاثاء، وبعد إفطار جيد من الفندق، سنتكلم يا أخوان عن المنتجعات والمواصلات في الفقرة القادمة. ومن الفندق 5 دقائق بالسيارة إلى عالم WB Warner Brother، فخلك معي. هذه الحديقة يا أخوان جدا كبيرة وهي المفضلة لدى السواح، وربما تحتاج يوم كامل. راح نتكلم عنها باختصار ولكن سنخصص لها حلقة كاملة قريبا. أما إذا أردت شراء تذكرة هذه الحديقة عند الدخول، سيكون السعر 345 درهم للكبار و265 درهم للصغار. WB أو Warner Brother هي المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق في العالم. ستعيش عالم الأفلام، أفلام بلوك باستر، فيها 6 مناطق ترفيهية مستوحاة من شخصيات Warner Brother. ألعاب وعروض مليئة بالإثارة، 29 لعبة ومرافق ترفيهية عائلية، عروض ترفيهية حية. تفتح الحديقة كل يوم على مدار العام من الساعة 11 صباحا حتى 7 مساء، أي مع الأطفال حتما ستجلس حتى المساء، وربما الغداء والعشاء في نفس المكان. أو ارجع إلى المنتجع واطلب البيتزا واكتشف الفندق الذي أنت فيه. وننتقل إلى اليوم الثالث، فخلك معي. في يوم الأربعاء وبعد تناول وجبة إفطار جيدة في الفندق، جهز ملابس السباحة لأننا سننتقل إلى ياس ووتر وورد، الحديقة المائية الأجمل في العالم. بالنسبة لي يا أخوان أعتبرها واحدة من أجمل 5 حدائق مائية زرتها في حياتي، وحبيت أكثر أنها عائلية أكثر. من لحظة دخولك تجد الطابع والديكور التراثي الإماراتي. منطقة الاستقبال جميلة
هنا ممكن حجز التذاكر وسوق صغير ومنطقة الخزانات. طبعا التذكرة مدفوعة من خلال الباقة، ولكن إن لم تشتري تذكر أن التذكرة الفردية 295 درهم إماراتي للكبار، وللصغار 225 درهم إماراتي. وبعد التجهيز نبدأ بدخول الحديقة، وأحب أضيف معلومة عن أكواخ الواحة. ممكن حجز كوخ لأربع أو ستة أشخاص وأكثر بخمسمائة درهم تقريبا، رجاء الرجوع للموقع الرئيسي بالأسفل للأسعار. هذه الخيمة أو الكوخ في وسط الحديقة المائية، ولا يمكن لأحد دخول هذه المنطقة غير المستأجرين. يضمن لك الكوخ أولا سهولة الوصول طبعا إلى كل المرافق، بالإضافة إلى خدمة توصيل الطعام وقائمة الطعام حصرية، ثلاجة خاصة فيها ماء مجاني، ستحصلون على مناشف مجانية، والأهم خزنة لحفظ مقتنياتكم. أخيرا هو مكان طبعا جيد للاسترخاء وأخذ استراحة، خاصة إذا كان معك الأطفال صغار أو كبار السن. في هذه الحديقة المائية أروع المغامرات المائية من خلال أكثر من 40 لعبة. ممكن أن تنطلق فيها مع أطفالك في ملعب الأطفال، فيها مجموعة من المنزلقات المائية المناسبة للجميع، أو استمتع في بحيرة الأمواج وتحدى الأمواج مع العائلة. ولا تنسى المنطقة الشهيرة، منطقة منزلقات الأفاعي، كل منزلق مختلف الشكل والسرعة والدوران، منها منزلق مفتوح ومغلق، أو ممكن ركوب أطول أفعوانية معلقة في الشرق الأوسط. ويا سلام على نهر الراحة، استمتع بأقصى درجات الاسترخاء وكأنك في نهر طبيعي، تأخذك المياه المتموجة في رحلة بين جداول وكهوف وحول الحديقة تقريبا. تفتح الحديقة كل يوم من 10 صباحا حتى 7 مساء، وكن مبكرا لتفادي الازدحام، ما عدا يوم الجمعة وهو يوم مخصص للنساء، يفتح من 1 ظهرا حتى 10 مساء. وبعد اللعب والمرح تغدينا في الحديقة وانتقلنا إلى برنامج آخر. البرنامج هو سنو أبو ظبي، عالم الثلوج، وهي الحديقة الثلجية الجديدة في المنطقة. للعلم سنو أبو ظبي ليست في ياس آيلاند وليست ضمن باقة العروض، ولكن أذكركم أن أبو ظبي جدا جميلة وفيها أيضا برامج عائلية وترفيهية متنوعة، فحبينا كسر القاعدة والخروج من جزيرة ياس لننتقل إلى جزيرة الريف. مجمع الثلج يا أخوان يقع في مجمع الريم في جزيرة الريم، وتبعد الجزيرة 30 دقيقة بالسيارة عن جزيرة ياس. هذا المول جديد وتم افتتاحه في فبراير 2023. يضم ريم مول ما يقارب 400 متجر من أفضل العلامات التجارية وحوالي 85 مطعم ومقهى ومجموعة من وجهات الترفيه، ومنها طبعا مدينة الثلج. سعر التذكرة للكبار 215 درهم إماراتي، وللأطفال 165 درهم. تشمل التذكرة الدخول إلى الحديقة الثلجية، ودخول غير محدود لجميع الألعاب، قفازات صوفية، وخزانة للأغراض الشخصية. سنو أبو ظبي يا أخوان هي الحديقة الثلجية الجديدة في المنطقة، وتعد أكبر حديقة ثلجية مغطاة في العالم على مساحة 9732 متر مربع، وتضم 20 لعبة. ويمكنك الاختيار من بين باقة متنوعة من الأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة. تتشابه سنو أبو ظبي مع سكي دبي مول الإمارات، ولنا في القناة أكثر من 10 حلقات لدبي، ارجع للحلقات السابقة. حبيت يا أخوان ديكور الشجرة العملاقة، ومن هذه الشجرة تتفرع الأقسام والطرق والجسور إلى المغامرات. لا تنسى تجربة ترول بول، وهو التدحرج في كرة عملاقة في الممر الثلجي إلى الأسفل. وإذا تحب الإثارة لا تنسى مغامرة الانزلاق الحبلي زيبلاين، ومتعة التحليق فوق المدينة الثلجية. أخوان تكلفة بناء هذه الحديقة أكثر من مليار دولار،
أعتقد درجة الحرارة 2 درجة مئوية تحت الصفر، والثلوج يصل ارتفاعها إلى 50 سنتيمتر. طبعاً المكان بارد. إذا أردت أن تتمتع بأجواء الدف، تناول وجبة في مطعم ذا لوج في ظل الاستمتاع بالمناظر الثلجية. اشرب الشوكولاتة الحارة وتذوق بعض الحلويات بالشوكولاتة في هذه الأجواء الباردة. ولا تنسى تختم اليوم بابتسامة جميلة ولعب مع العائلة لذكرى لن تنساها. وننتقل إلى اليوم الرابع والأخير، فخلك معي. اليوم الأخير من رحلتنا إلى جزيرة ياس، قررنا زيارة سي وورد أبوظبي، وهي تجربة عالمية المستوى. ستكتشف فيها عالم البحار والمحيطات، ورحلة إلى القطب المتجمد بلقاء أكثر من 150 نوع من الحيوانات البحرية وعشرات التجارب والمغامرات. يا أخوان، في أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، هذه الحديقة جديدة وفي غاية الروعة، راح أخصص لها حلقة كاملة، بل ستكون هي الحلقة القادمة، فخلك معي. وبعد الغداء فيه والاستمتاع في هذا المكان العائلي الترفيهي الجميل، انتقلنا مرة أخرى إلى ياس مول لنختم الرحلة بلحظات ممتعة وعشاء مع العائلة. وللعلم خصصنا مبلغ للتسوق للكبار والصغار. إذن يا أخوان، كانت هذه الباقة وهذه الرحلة، والآن ننتقل إلى الفقرة القادمة، المواصلات. هنالك عدة طرق للتنقل في جزيرة ياس، إليكم أفضل ثلاث طرق. الطريقة الأولى ياس إكسبرس، وهو باص حديث ومريح ينقلك مجاناً، نعم مجاناً، إلى كل البرامج السياحية الموجودة في الجزيرة وإلى أغلب الفنادق. فقط للعلم، الباص له عدة مسارات وأوقات، وممكن أن يكون مزدحم، ويجب عليك الالتزام بالوقت خاصة في الصيف. تأكد من المعلومات والأوقات، اقرأ الموقع الرئيسي المرفق بالأسفل، واضغط على الرابط الموجود في الموقع الرئيسي لتحميل الجدول الزمني. الطريقة الثانية هي التاكسي، وهي متوفرة في جزيرة ياس، وفي الغالب الأسعار من 20 إلى 30 درهم بين البرامج والمنتجعات، حيث أن كل شيء قريب، ولكن مع اختيار عدة برامج في اليوم وذهاب وإياب، ممكن أن يصل السعر إلى 120 درهم في اليوم. الطريقة الثالثة وهي الأفضل بالتأكيد، استئجار سيارة. بالنسبة لنا، حجزنا السيارة من مطار أبوظبي الدولي من شركة ألامول السيارات، وكان السعر لليلة 95 درهم فقط. ويا أخوان، مع جوجل ماب تصل إلى كل مكان، والشوارع في ياس هادئة وكبيرة ومنظمة، والأجمل أنت من يتحكم في الوقت، راحة لك ولعائلتك. ستجد كل المواقع الرئيسية في صندوق الوصف. وننتقل إلى فقرة الفنادق. في الجزيرة يا أخوان العديد من المنتجعات، وأينما سكن في الجزيرة ستجد نفسك محاط بالبرامج السياحية. فراري هناك، حديقة دبليو بي هنا، كل شيء يبعد 5 إلى 10 دقائق بالسيارة. من أفضل فنادقها فندق وارنر براذر، وهو مقابل عالم أو الملاهي بل خطوات. سعر الليلة تقريبا 1200 درهم. سكننا أيضا في فندق راديسون بلو 4 نجوم، وهو فندق جيد، كان السعر تقريبا لشخصين مع الإفطار 600 درهم لليلة. فندق الكراون بلازا بالنسبة لي هو أفضل أيضا بنفس السعر 600 درهم، وهو مطل على ملعب الجولف، وهو 4 نجوم. هنالك يا أخوان العديد من الفنادق، والبعض منها يقدم باقة الإقامة واللعب. عليك المتابعة والاطلاع على المواقع الرئيسية. أرفق بالأسفل في صندوق الوصف أفضل المنتجعات الموجودة في جزيرة ياس. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، معلومات متفرقة ومهمة. الإمارات يا إخوان غنية عن التعريف، فيها كل مطابخ العالم بل أفضل مطابخ العالم، ولكن أغلب المطاعم في هذه الجزيرة موجودة إما في الحدائق أو في ياس مول. ومن خلال تجربتنا أستطيع أن أقول متوسط سعر الوجبة للفرد من 40 درهم إلى 50 درهم إماراتي.
حتما الصيف حار جدا في الخليج، ولكن لم تكن الحرارة عائق بتاتا، والسبب ان كل البرامج السياحية كلها داخلية مكيفة ومريحة. ولكن بالطبع الجو من ديسمبر الى مارس في أبوظبي بارد وجميل، وهو افضل وقت لزيارة الجزيرة. للعلم مواقف السيارات مجانية سواء في المنتجعات او الاماكن الترفيهية، بل 90% منها مغلقة، مما يجعل تأجير السيارة أفضل وسيلة للتنقل بالنسبة لي. تذكر أخي العزيز أن الحدائق جدا مزدحمة خاصة في الصيف، لذلك تجنب الإجازات الرسمية والسبت والأحد من كل أسبوع. ابدأ البرنامج في الصباح الباكر عند فتح بوابات الحدائق. يصل الانتظار في بعض الأحيان إلى ساعة أو أكثر للعبة الواحدة، لذلك أنصح بشراء تذكرة العبور السريع، وهي متوفرة في كل حديقة ولها مسار خاص والانتظار أقل. سأشرح هذه النقطة في الحلقة القادمة إن شاء الله. مطار أبوظبي الدولي، يصل إليه كل الطائرات من أنحاء دول العالم، وهو فقط يبعد 15 دقيقة عن ياس، جزيرة ياس أبوظبي. للعلم أبوظبي هي عاصمة الإمارات، ولا تقتصر البرامج السياحية فيها على جزيرة ياس فقط، فيها العديد من البرامج السياحية الأخرى وأفضل مولات التسوق. قريبا سيكون فيها العديد من المشاريع السياحية المستقبلية الخيالية. أبوظبي أرخبيل يتألف من أكثر من 200 جزيرة، وهي تتوجه عالميا بتوطين مفهوم الاستدامة على أراضيها. ياس واحدة من أجمل جزر العالم العائلية، هي موطن مضمار سباق فورمولا 1 وشواطئ وأسواق وملاهي والعديد من البرامج السياحية العائلية. بالنسبة لي هي مقاربة لجزيرة سنتوسا الترفيهية في سنغافورة. أرجع للحلقات السابقة. شكرا جزيلا على المتابعة، جزاكم الله خير، والقادم إن شاء الله أفضل، وخلك معي عندنا أكثر.